جهة طنجة تطوان الحسيمة هي من الجهات الحالية حاليا اللي استفدت من البنية أو الاستثمار في البنية التحتية، وعلى الخصوص هو الاستثمار اللي تمت الانطلاقة دياله في 2006 اللي هو طنجة مد، يعني الميناء المتوسطي بنفس الجهة. الشطر الأول دياله يعني عرف واحد نجاح كبير، سواء من ناحية ديال عدد الشركات المتعددة الجنسيات أو الشركات الأجنبية بصفة عامة ما يفوق 900 شركة. فيما يخص الاستثمار والاستيراد عرفت واحد القفزة نوعية كبيرة وكبيرة جدا. إذن من ناحية سواء الكمية أو الكيفية يمكن أن نقول أن الجهة ديال طنجة تطوان الحسيمة فيما يخص البنية التحتية بهذا المستوى تضاهي المدن العالمية، هذا من ناحية. من ناحية ثانية هو أنه مدى وقع هذا الاستثمار، بطبيعة الحال الاستثمار العمومي الوقع دياله الاقتصادي والاجتماعي كيكون على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد، وهذا لاحظناه فيما يخص عدد القيمة المضافة التي اعطاها هذا الميناء المتوسطي، هذه من ناحية. ثانيا عدد المناصب الشغل ما يفوق 75 ألف منصب شغل اللي كتعمل في هذا الميناء.